عجباني يعني من مكياجش. عجباني مش حلوة. لف بينا يا دنيا دوخينا يا دنيا، خدينا شمال شوية هاتينا يمين شوية، ادينا عايشين يا دنيا مدوخانا ومغلبانا وموريانا. المر فيكي تعبنا يا بابا علشان غلابك، ما ترحمينا حرام عليكي. لف بينا يا دنيا مرجحينا يا دنيا، خدينا شمال شوية هاتينا يمين شوية، ادينا عايشين يا دنيا مدوخانا ومغلبانا وموريانا. المر فيكي تعبنا يابا علشان غلابك، ما ترحمينا حرام عليكي. لف بينا يا دنيا دوخينا يا دنيا، خدينا شمال شوية هدينا يمين شوية، ادينا عايشين يا دنيا. معقولة كل هذا الصوت الحلو فما حتى حد يكتشفه مدفون في التواليتات؟ انا محرزية عمري 45 سنة راجلي علي سكيرجي هامل فاسد ربي ما يعرفوش. عندي بنية عمرها 15 سنة زعما قلت باش تنور لي هكا حياتي على غالي. ربي بليني جيت معاقة البنية، ايش باش نعمل هكا؟ الحمد لله يا ربي على ما عطاني ربي، الحمد لله نشكره ونحمده. بشوي 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 مش تشوفين امسح. اما هنا تعرفوا حاجة، انا مانيش مبطل غناء حتى كان اللي يسمعوا فيا اللي يجوا في التواليت هكا. لف بينا يا دنيا مرجحينا يا دنيا، خدينا شمال شوية هاتينا يمين شوية، ادينا عايشين يا دنيا. لف بينا يا دنيا هاي. مرسي. لا عرفت.
بالنسبة لإلي إيفال غادة اليوم ناجح، حبيت بالتمثيل كيف عامل المكياج اللي هو ماشي مع الدور اللي عبته، كيف مورم عيونها، تعابير وجهها، كيف اني اللي حبيته أكثر هو كيف خلت هيدا الكاركتر هو للتعابير كلهم، خلتهم هي وعم بتغني وقدرت تأدي الغنية هي وعم بتخلي زيت الكاركتر، وحتى استعملت غيرت شوي يعني بالأداء، استعملت الكاركتر تبع حدا تعبان وعم بمسح وقرفان، وخلتهم هي وعم بتغني بالأداء، هذا الشيء كان كتير حلو. غادة أكيد غنت بالصوت يلي معودين عليه، رنة حلوة، فول باور، صوت كبير، صوت حلو، ولكن بعد بدها تنتبه على نظافة العرب وثبات النوتات هي وعم تغني. عجبني الكاركتر اللي اخذته، انبسطت فيها كثير. في شغله ما لازم غادة مش تطمن بالها انه هي على طول منيحه على طول منيحه، لانه اقل غلطه بتصير نوميني. الصوت تقدم كثير وعم تشتغل على النوتات العاليه، بس بدهم وقت، بس غير صوتها ورنت صوتها وفتحت تمها وكل شيء كل شيء تقدمت، بس بدها تنتبه لانه عندها هالتفكير انه انا عظيمه. لا، ما حدا عظيم، يمكن قال لها غلطه تصير نومينه. بس انا انبسطت فيها كثير، هيدا اول ايفال بشوف غادة مقنعه مقنعه، وجهها، عيونها، حاطه مكياج فوق بعضهم وكانه ما بتتحمم، مهضومه، شكلها، جسمها عم تشحط بالمشايه، كيف اجت بالحمام وقفت قبالنا نحن المرايه حطت، كيف هيك بتمها، عندها تفاصيل، شاغله على تفاصيل. ما بدي احكي بصوتها، غادة صوتها حلو معروف انتم بتحكوا فيه. وقتها رحت اعطيتهم الايفال قلت لها، حكيت معها انه كيف ولا مره عم نصدقها، ان كان مسافره ما بنصدقها، وان كان كذا، يعني قلت لها انت على المسرح اهم بكثير من الايفال، بدك تبلشي تشتغلي اشياء تقنعينا فيها. انا كثير مبسوطه لانه انا عن جد اقتنعت، حلوين هالكلمتين اللي قالتهم انه انا مجوزه والله اعطيني بنت، كل طلعت معاقه حتى الله يكملها معي، بس الحمد لله. في شغله حبيتها انا اليوم، هي بتنظف والبنت اللي بفرنسا بتنظف، شوفوا قديش كل وحده بتشبه بلدها، هيدي بشكل كوميك لانه هيك اللي عنا. اهلا يا ستي، اهلا يا حبيبتي، اهلين كذا، مهم تعطيها الف لير، هيديك كيفيه وهيك كيفيه، فعلا مزبوطين، يعني بتحسي هاي بدوله عربيه، بتحسي هيديك بدوله اوروبيه. انا مبسوطه فيهم، صاير عندهم تفاصيل، صاير عندهم نياسات، صايرين بيشتغلوا احلى، كلهم بدهم شغل، كلهم بدهم تصليح. اذا بدنا نفوت فعلا نقعد نحاسبهم بالتمثيل، يعني ولا بنتي ولا انا عم نجي نحاسب، يعني انه كيف كانت البنت العمياء، سوري، اللي ما بتقشع ابتسام، اكيد ساعه تطلع بالزيتونه، ما هودي ادوار كثير صعبين، ما بيقدر واحد يجي فجاه يعملهم، يعني نحن عم نمروا عليهم، يعني اذا مش عم نقولهم مش معناتها بنتي راضيه عنهم، او مش معناتها انا راضيه عنهم او انتم، بس انه اليوم هي كمان بيفلت منها الكاركتير، اللي بيفلت منه، بس في كاركتير لاول مره بشوف غادة عامله كاركتير مقنع، حتى هي عم تغني مثل ما قلت ليسلي، ما كان لاول مره بسمع صوتها مش صوت غادة 100%، عم تحاول تغني بالكاركتير. برافو، انا بما انه هي اخر وحده انا بقول انا مبسوطه اليوم من هالايفال، في تطور بالثمانه اذا بدنا نحكي بالاجمال. يعني بالنسبة لغادة طبعا ما بقى نحكي بقصة الصوت لأنه صوت رائع. أنا بدي أحكي يعني بالنسبة للإيفال ككاركتير يلي جربت تعمله اليوم، بعدني لليوم إذا بدنا نحكي عن تطور، يمكن أبطأ حدا عندي هو غادة، بعد في جهد بس بعد لليوم أنا ما بصدقها، يعني فعلا أقل، يعني أقل وحدة ممكن صدقها على المسرح، علما انه اليوم في جهد. هلا تنشوف شو الاشياء الايجابيه، فعلا فوتي مع مي وممسحه وعصايه تمسيح، هيدي شغله كثير منيحه، وكيف تلتون وتعصر وتشتغل. في جهد على التياب واللبس، اوكي يمكن هالشكل عملته بعيونها هيك، انا شخصيا
ما اقتنعت فيه، يعني بالعكس زعجني، كنت بفضل تضل على طبيعتها. الشغلة كمان إيجابية هالجملة يلي أنا بالنسبة لإلي كان ممكن المشهد كله يكون فيه جملة واحدة مش أكتر، مش حرام هالصوت يكون مدفون بتواليتات. يعني أنا بالنسبة لإلي كل شيء خبرته بعدين قصتة وقصة ابنه ولا هول كلهم ما كان لهم معنى. أنا بالنسبة لي هالجملة واحدة حبيتها لدرجة إنه لقيت إنه بتلغي كل شيء حوالي. ويلي أكتر شيء حبيته هو إنه استعمالها لعصاية التمسيح كميكرو، مثل حدا عم بيحلم قدام المراية ورجوعها للواقع المرير يلي هو التمسيح. هلأ كان ممكن نصلح، يعني أكيد طبعاً إنه كان أحلى بالتواليتات، من يعني يلي بنطفوا تواليتات بيلاقوا أوقات غراض مكياج، يعني كان ممكن تلاقيهم تتر مش يكونوا معه. كان ممكن يعني كنا طلع أحلى إنه تلاقي وتخدهم، لأنه حدا الناس حمرة حدا الناس غراض. الشغلة اللي ما حبيتها، ليش قعدت بالأرض تمسح؟ يعني ليش في لحظة ركعت على تمسح؟ لقيتها في يعني بتولات مش عطول صغار ايه وما فيكي أوقات بدك بدك تركع بس يعني كان لازم كإسباس يعني تحسسنا أكتر إنه في تولات، يعني تمرق الممسحة حوالي التواليت أو تقول الجملة إنه معقول هالصوت الحلو يكون مدفون بالتواليتات، هي عم بتمرق الممسحة حوالي التواليت تنحس إنه هي ركعت للتواليت مش ركعت لتركع. هول التفاصيل أنا بصلح لهم يوم بالصف. وإيفال بيمرق لغادة محاولة جيدة. أنا حبيت اليوم جدية غادة بتحضير الإيفال، لأنه عادة كنت حاسة إنه بتعمل الإيفال لأنه هي مهضومة لأنه هي ذكية بيمشي الحال، بس اليوم حسيتها حاطة جهد، إن كان بشكلها إن كان بفكرتها، أنه حسستني أنه الغنى متجانس مع المشهد، مش جاي هيك محطوط حط بس تتقلنا أنه هي بدها تغني. أنا بدي اليوم ضوي على شغلة هي ذكى غادة بالمغنى، مش بس بالكاركتير هلأ اللي عملته، أو لأنه هي بتعرف كيف بتغني، بتعرف تفرجينا نقاط قوة بصوتها، بتعرف تخبي نقاط الضعف بصوتها. هيدا شغلة مميزة، بس أكيد ما بتخلينا أنه نتغاضى عن الضعف الموجود، بالعكس منصلحه نشتغل عليه أكتر. بس كمان الإنسان لازم يكون عنده حنكة بس يقف على المسرح كيف يتصرف تبين بصورة أفضل. أنا بدي شدد على فكرة أنه كل الطلاب مطلوب منهم يكونوا جديين من هلأ ورايح أكتر من قبل، لأنه صارت المرحلة أصعب عليهم وعلينا، صار العدد أصغر، صاروا كلهم متقاربين بالمستوى. فإن شاء الله غدا تكفي بهيدي الجدية تقدر تكفي بالأكاديمية.